السلام عليكم، كدير لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير او بصحة جيدة. اش كتعاودوا هانيين مرتاحين، اموركم مزيانة؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير او بصحة جيدة. كدايرين وليداتكم والديكم ازواجكم معز عليكم؟ ان شاء الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وعلى ما يرام. فيديو جديد، نهار جديد، روتين جديد او موضوع جديد. اليوم ان شاء الله باذن الله بغيت نشارك معكم واحد الوصفه، هاد الوصفه اللي هي زوينه رائعه فنه صراحه. كتعرفوا حنا بالخصوص البنات العيالات عندنا سنان شي حاجه خاصهم يكونوا منطويين، خاصهم يكونوا بيضين، يعني شي حاجه من الضروريات. بحال كيف ما كنهتموا بالوجه ديالنا كنبغيو نهتموا بالاسنان ديالنا. جبت لكم واحد الوصفه اللي سحريه، اللي واعره، اللي صراحه وزائد هذا بالنسبه كنقول لكم بالسنينات كتبغيو خاصهم يكونوا بيضين، خاصهم يكونوا ما فيهمش ديك الصفوريه ورائحه الفم. بزاف الناس اللي كيعانيو من الرائحه، هذه الوصفه صراحه خطيره خطيره بزاف. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا، صراحه واعره واعره بزاف وسهله. كتحيد لي بكتيريا من الفم، كتحيد ديك الرائحه من الزفوريه، كتحيد لي كالكر اللي كيكونوا عندنا من ورا السنان. صراحه زوينه بزاف. كنعانيو بزاف، خصوصا بعض المرات شي فمك ما كيطلق لك لا رائحه لا والو، بعض المرات كتجيك كتقول منين هاد الرائحه كتجيني. هاد الوصفه خطيره، زوينه بزاف وسهله، وعندها نتيجه اللي هي فعاله، وصراحه غتعجبكم غتعجبكم بزاف. غنوريكم اشنو فيها ونرجع نديرها قدامكم باش تشوفوا النتيجه كيف كتكون. هادو هما الحوايج اللي كنستعملوا في هذه الوصفه، ساهلين ماهلين. معجون الاسنان، اي معجون الاسنان عندكم كتستعملوه ضروري. معجون الاسنان ما كاينش الدار اللي ما كيكونش فيها المعجون، وما كيكونش كل واحد اشنو كيستعمل. الحامض معروف، مبيض، الملح العادي اللي الملح اللي كنطيبوا بها عاديه، كركم اللي هو يا العرق، يكون مطحون على تكون بحال هكا واخده وطاحنا على يدك. هو هذا صراحه، هادو هما المقادير، ما كاينش شي حاجه اللي فيهم اللي غتمحني ولا غتجيبها، يعني كلشي كاين في الدار، وكتكون النتيجه اللي هي زوينه. وحنا محتاجين ان الاسنان ديالنا يكونوا كنشوفوهم ديما بيض، وديما الفم ديالنا ما فيهش رائحه، بالخصوص كنكونوا باركين مع الناس. وهذا ماشي نكونوا كنهضروا كتكون واحد الرائحه اللي خارجه، ماشي هي هذيك. هاد الوصفه غتهنيك بالمره. غنجر ندير قدامكم، نخلط هاد المكونات ونطبقوها على الاسنان ديالنا. نشدو واحد الطبسيل بحال هكا، غنديروا فيه واحد المعلقه بحال هكا على حسب اللي بغيتي، كتشري معلقه ديال الملح. كديري واحد المعلقه ديال الكركم، الكركم البلدي. على فكرة هاد العميرة كنقولو ليه العيب الأصفر، هو باللغة العربية راه هو الكركم أو الخرقوم البلدي. كنخلطو هاد المقادير هاكا، هاد الكركم زوين بالخصوص عندو تا فعالية الوجه، بغا يطبقو على وجهه صراحة. تا هو مبيض زوين كيصفي الوجه. من بعد نعصر هاد الحامضة، هاد
يعطيه من حيزو. كنخلطو هكا ناخذ المعجون. معجون كاين شي بحال هذا بالخصوص هاد تاع الفاخر تاع القرن في البيت المسود اي حاجه اللي هي، مي هذا كيكون زوين صراحه كير السنان زوينين. بحال هكا نجيب واحد الفرشات تاع الأسنان تولي هكا دير الخلطة. كنجيبو شي فرشات هكا صافي، كنحاول نطبقوها على الاسنان ديالنا. كتبقاي على فكرة كديري من الداخل وبرا واحد جوج دقائق اني نحاول انا نديرو، من بعد نرجع ليكم البنات. من بعد ما بقيت واحد جوج دقائق بحال هكا بقيت كنحك بسنيناتي. شوف البنات صراحة والله العظيم تكين واحد النتيجة اللي هي كتبان، يعني انا اصلا كنت مغسلش سنيناتي ومن هنيش هندرتهم والله العظيم. عرفتي هذيك الملحه تتكمض لك كذاك بحال كتحسي بها كتجمع لك اللحم ديال الاسنان ديالك، وصراحه ما حدك انت كتبان كي كدير وهي كيبانوا دوك السنينات كيبركوا كي كيتلقوا في كيوليو بويض صراحه. عندها نتيجه زوينه وتا الرائحه يعني ما كتخليش بالمره. حاولوا تجربوها وردوا لي الخبر. كدار جوج مرات ثلاثه مرات في الاسبوع، واللي بغى يديرها بالخصوص هي ما فيهاش شي ماده كربونيه اللي غتقولي غتخافي على السنان ولا شي حاجه، يعني مواد اللي هما عاديين ما عندهم حتى شي ضرر. وصراحه كتخلي السنان واعرين والريحه ما كايناش، كتحيد لي بكتيريا كتحيد هاد بحال هكا كان عندنا شي التهاب ولا شي حاجه في اللحم ديال الاسنان ديالنا. صراحه وصفه خطيره وصفه زوينه، نتمنى انها تعجبكم. شكرا شكرا بزاف على الدعم ديالكم على لي لايك ديالكم. كنتمنى انكم تبقاو تشجعوني وتخليوني ان شاء الله نزيد نعطي وصفات اكثر، والاهم حاجه هما يكونوا ساهلين وتكون عندهم فعاليه ويكونوا اللي هما متوفرين الجامع. هذا هو الاهم، هذا هو الشعار ديالي، ان تكون البساطة ويكونوا ساهلين وتكون النتيجة زوينة. هادشي هو اللي كنتمنى. شكرا شكرا بزاف، كنبغيكم بزاف، كنشكركم بزاف من قلبي صراحة والله العظيم. ملي كيكتب لي شي واحد شي كومونتير كنفرح، كنفرح بزاف وكنجاوبو انا فرحانة. اي واحد قال في كلامي قال في حقي كلام زوين كيعجبني الحال ولا ملاحظة اي حاجة كتعجبني، كنتمنى انني نكون عند حسن الظن ديالكم. ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله نقول لكم هاد الساعة بسلامة. ان شاء الله نتلاقاو الفيديو قريب ان شاء الله.